اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كيمو؟ اهلا بك يا كابتن اسلام. مبروك طبعا على تنس الطاوله، لازم احييك النهارده وابارك لك على تنس الطاوله. مبروك طبعا لينا كلنا، ومبروك لقطاع تنس الطاوله بالنادي الاهلي طبعا، فريق الرجال وفريق السيدات. اعتقد يعني عملوا انجاز كبير، ربما طبعا ماتش الرجال كان مثير جدا النهارده بصراحه. الفرقه عملت مباراه قويه جدا، خصوصا طبعا كابتن سيد لاشين وعمر عصر. عمر عصر عمل ريمونتادا يعني، اتفرج على الماتش يعني، مغلوب 2-0 من مصنف رقم 26 على العالم، وترجع عليه 3-2 والماتش والشوط الخامس مغلوب 9-4 يعني. في التنس الطاوله حضرتك طبعا عارف الاسلام نقطتين بس، كاسبك 9-4 ترجع عليه وتاخد منه الشوط 12-10 13-11. بصراحه كان شوط عالمي من عمر عصر بصراحه. والنهارده كل اسره تنس الطاوله وبصراحه ومحبي تنس الطاوله فعلا احنا مبسوطين جدا جدا بالمباراه. واتمنى حتى اللي بيحب تنس الطاوله المباراه موجوده على اليوتيوب يتفرجوا عليها، مباراه تاريخيه. ودي تاني مره يعني ناخد الفاينل على قطر القطري، يعني 2019 خدنا منهم برده بطوله في المغرب، والمره دي خدناها في الاردن. فالف مبروك لتنس الطاوله طبعا والكابتن اشرف فتاح رئيس القطاع بالجهاز. طيب ممكن تخليني ارحب طبعا احمد بيحب ايه؟ احمد السباحه. ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. امبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. مبروك تنس الطاوله برضه. الله يبارك فيك. بما اننا النهارده بنبارك في اي بطوله بنخشها بنلعب عليها على البطوله دايما، دايما احنا المركز الاول يعني. النادي الاهلي دائما ينظر الى المركز الاول. خليني ابدا معاك برضه يا كريم على ان او ارجع اروح لاحمد ثابت. عايز اسالك، هو انهي اهم؟ بطوله الدوري ولا الكاس ولا افريقيا؟ ولا السوبر الافريقي ولا السوبر المصري؟ هو احنا بالنسبه لنا في النادي الاهلي احنا اي بطوله بنخشها بنعتبرها بطوله مهمه، طالما النادي الاهلي شارك فيه بنعتبرها بطوله مهمه. أيوه. دايما بنلعب على المركز الاول. ايوه، عدم حصولنا على المركز الاول في اي بطوله بنخشها بتبقى بالنسبه لنا مشكله، يعني ازمه كده. دايما احنا رغبتنا ان احنا المركز الاول. المركز الاول. أيوه. ولكن كل البطولات مهمة، انت في بطولة الدوري يعني اللي بيقول مثلا دوري ولا افريقيا، لا كل البطولات مهمة. احنا اصحاب الرقم القياسي في الدوري واصحاب الرقم القياسي في الكاس واصحاب الرقم القياسي في دوري ابطال افريقيا بفارق كبير جدا. يعني الدوري النادي الاهلي 42 مرة، نادي الزمالك 12 مرة، الاسماعيلي 3 مرات، الترسانة مرة، المحلة مرة، الاولمبي مرة، المقاولين مرة. لما تجمع كل الأندية غير النادي الأهلي هتلاقي ان النادي الأهلي حصل على اكثر من ضعف مجموع. يعني لو النادي الزمالك اخذ البطولة 13 برضو النادي الأهلي هيبقى اكثر من ضعف مجموع ما حصل عليه باقي الأندية كلها. يعني مش موضوع ان الدوري ده اقوى ولا مش عشان الناس خدت مثلا بطولة تخلي البطولة دي اقوى، لا احنا عندنا كنادي أهلي احنا بنلعب على كل البطولات. تمام. حتى دوري ابطال افريقيا يا كابتن اسلام احنا حاصلين على 10 ألقاب، نادي الزمالك 5، مازيمبي 5، الترجي 4، فالفارق كبير في عدد البطولات. يعني انت الضعف في عدد البطولات. حتى في دوري ابطال افريقيا اللي بيقلل من بطوله افريقيا مش عارف ياخدها من سنه 2002، بقاله 19 سنه ما خدش دوري ابطال افريقيا، فالطبيعي ان هو هيقلل منها لانه مش عارف يحصل على البطوله. ولكن كل البطولات احنا كنادي اهلي عندنا كل البطولات مهمه. بالمناسبه كريم، خلي بالك احنا ممكن نروح، لا احنا مش ممكن، احنا هنلعب تشيلسي. نعم. فتحضروا نفسكم عشان نقاط الضعف بتاعت تشيلسي. خلي بالك الحاجات دي احنا بنعملها مش هنلاقي حد تاني يعملها. طب هو لوكاكو ده هيتمسك ازاي بس؟ وهنتكلم في الكلام ده، لانه خلي بالكم ما هو انت لما تيجي تقعد تفكر كده ان شاء الله في شهر 12 هتتكلم على نقاط الضعف في تشيلسي عادي صح؟ نعم. عندكش مشكلة؟ وهي مش محكمنا على باين، ما باين اقوى من تشيلسي. كانت اقوى من تشيلسي. كانت دلوقتي لا. دلوقتي يعني خلينا نتفرج على تشيلسي دلوقتي. طبعا تشيلسي فرقة مخيفة فعلا. واضح طبعا دوري الابطال عامل لهم يعني روح مختلفة طبعا، وقدوم لوكاكو طبعا مدي الفرقة شكل هجومي مخيف. لكن طبعا اي فرقة كورة عندها نقاط ضعف اكيد، وان شاء الله خلي بالك ما حدش هيروح يلعب يعني، ما حدش هيشوف تشيلسي، ما حدش هيشوف بايرن ميونخ غير النادي الاهلي اللي يجتهد اللي يتعب اللي يجتهد ويكسب دوري ابطال افريقيا عشان توصل مونديال. هي البطوله اللي هي يعني دلوقتي مش مهمه قوي يعني. طبعا يعني التصريحات من النوعيه دي اللي هي في وجهه نظري تخص الشخص لا تخص المنظومه. اشك لو احنا جبنا 100 واحد وسالناهم السؤال ده ان ممكن تبقى الاجابه بنفس الطريقه. بس دايما لما تيجي تسال، مظبوط كلامك مظبوط، بس لما تيجي تسال جمهور الاهلي هتلاقي الاجابه واحده، مسؤولين الاهلي هتلاقي الاجابه واحده، لعيبه الاهلي هتلاقي الاجابه واحده. زي ما الاجابه
انا دايما بحب اكرر هذا السؤال على كل الضيوف اللي موجودين معايا في الفتره الاخيره. ليه؟ لان انا عارف ان الاجابه واحده. مع انما بتبقى بدون اتفاق وبدون اي حاجه، لكن حضرتك بتخش تقول لو انا سالتك دلوقتي قلت لك اني الاهم، حضرتك تقول لي الخمس بطولات او لو هتلعب مباراه وديه هتبقى اهم، ما اعرفش انت هتقول كده تيقلي يعني. يعني هو اصلا الموضوع اصلا مش مجال للجدال او النقاش يعني. مفيش حد في الدنيا يقول ان البطوله المحليه اقوى من البطوله القاريه اللي بتضم كبار القاره، سواء كنا بنتكلم على دوري ابطال افريقيا او بنتكلم على دوري ابطال اسيا او بنتكلم على تشامبيونز ليج في اوروبا او حتى ليبرتادورس في امريكا الجنوبيه. يعني مستحيل طبعا الكلام ده. ولكن تاني انا عارف ان الموسم ده موسم ربما يعني كان ساخن وموسم فيه حاجات غريبه اكيد طبعا جزء منها طبعا التحكيم، وما زلت باكد حتى احنا طبعا لسه الموسم ما انتهاش، لسه في ماتشين وما زال طالما لم يحسم الامر بشكل رسمي فما زال حتى ايفن لو في 1% كابتن اسلام انا معاك كلنا متمسكين بيه حتى طيب. يعني نروح انا عارف ان الوقت عندنا لا سريع لا النهارده لا لا براحتك بس براحتك ما فيش يعني ما فيش مشكله يعني اللي يكسب دوري من زمان كسب الدوري الف مبروك. احنا عندنا اخطاء هنراجعها، في اخطاء في التحكيم انا ما زلت بقول ده اسوأ دوري لتحكيم في تاريخ الكره المصريه من ساعه ما بدأ بكرر الموضوع ده قتل بحثا. انا كنت اتمنى بصراحه من الكابتن واتمنى وما زلت اتمنى من الكابتن وليه احمد طبعا بعد الموسم خلص بحلو ومره، اتمنى بعد نهايه الموسم وجوبا عليه يقدم استقالته لان الشغل ما كانش في افضل حال، واداء التحكيم في المباريات كل الانديه اهلي زمالك اسماعيلي طلائع الجيش لما تسال كل الانديه كل اللعيبه ايه رايكم في التحكيم كل هيقول لك الامانه التحكيم عندنا مشكله. طيب على الجانب الاخر في شهر ديسمبر قد تحدث في ازمه مشكلة. في ازمه في ازمه كاس العرب وفي نفس الوقت احنا عندنا مونديال انديه مونديال انديه وفي ازمه إيه؟ في ازمه كبيره والتصريحات اللي جايه من الفيفا تخوف بمعنى تخوف دلوقتي بطوله كاس العرب بطوله رسميه مزبوط. تحت مظله الفيفا مظبوط والفيفا حددت الميعاد للبطوله من 30 نوفمبر لغايه 18 ديسمبر ده ميعاد رسمي تحدد ولن يتم التراجع عنه خلاص. طيب كاس العالم الانديه الميعاد المقترح من الاتحاد الياباني هو المنشور دلوقتي، لم اليابان الاتحاد الياباني ما خدش عليه موافقه من الاتحاد الدولي حلو يعني الاتحاد الدولي يخش موقع الاتحاد الدولي مش هيلاقي ميعاد لمونديال الانديه رسمي الميعاد المقترح هو من 9 ديسمبر لغايه 19 ديسمبر وبالتالي في تداخل ما بين البطولتين والبطولتين تحت مظله الفيفا. النهارده الفيفا عارف ان النادي الاهلي بيمثل افريقيا في البطوله وعارف ان منتخب مصر هيشارك بطوله العرب اللي هتقام برضه في قطر في نفس المواعيد وبالتالي هيبقى في ازمه هنا في السكواد هنا في القائمه هنا والقائمه هنا هنحلها ازاي؟ زي اللي حصل مع المنتخب الاولمبي. طيب. هنا لازم بقى نبقى واضحين في حته يا كابتن اسلام. بطوله كاس العرب بالنسبه لانديه العالم وبالنسبه للكوره في اي حته في الدنيا هي بطوله وديه. بطوله ما يعني لا يتم النظر ليها بشكل رسمي وبالتالي احنا مثلا موقعين في مع منتخب الجزائر هل رياض محرز هيلعب البطوله دي مثلا؟ مستحيل ده مش هيحصل. بس السؤال هنا بقى لان هو ده اللي هيبقى الفارق هل هنا هتضيف في تصنيف ولا لا؟ نعم هتضيف في تصنيف ولا فيها لا؟ نقاط يعني بمعنى نقاط في التصنيف ولا لا؟ ربما يكون طبعا فيها نقاط. طب ما هو كاس افريقيا المحليين ما بيتضاف فيها نقاط يعني اللي اقصده ايه؟ ان انت النهارده ممكن تلعب ماتش ودي معاك بعض اللعيبه المحليين وتضاف النقاط. انا هنا بتكلم على البطوله دي العام. البطوله دي مثلا منتخب الجزائر هيروح لمانشستر سيتي يقول له لو سمحت اديني رياض محرز عشان عندي بطوله مهمه هلعبها. انت مش شايف اللي بيحصل؟ ده مش هيحصل. لا اللي بيحصل دلوقتي محمد بالزبط. صلاح كمان وده مش هيحصل وبالتالي هنا لازم احنا واضحين كده لغايه طبعا هنستنى خطوه مهمه وهي ان الفيفا يقر ويعلن بشكل رسمي مواعيد البطوله لان البطوله طبعا استحاله يتم يعني عمل فيها اي مشكله ان فيها رعاه. كاس العرب طبعا اول مره في تاريخ الفيفا انه يقر بطوله اقليميه تحت مظلته لم تحدث في التاريخ حصلتش ولكن الفيفا اوكي هم احرار عندهم بعض الامور الخاصه بيهم اوكي مفيش مشكله لكن كاس العالم الانديه بطوله ليها رعاه معروفين واخدين نسخ على سنوات زي المونديال يعني هتعمل يعني بالظبط وبالتالي هنا لازم يبقى ده ممكن تتعمل بعد يوم 18 مثلا بالظبط وبالتالي هنا لازم نكون واضحين ان في وجهه نظر شخصيه بطوله كاس العالم الانديه اهم بكتير من بطوله كاس العرب اللي هتتلعب احنا نتجمع كده نلعب كام ماتش مع بعض وخلاص يعني والله ده في وجهه نظري انا الشخصيه وجهه نظرك يا كريم سعيد بطوله كاس العرب الجايه دي مجموعه من المنتخبات هيتجمعوا نلعب يعني نلعب شويه مع بعض
مش هيبقى فيها محترفين خالص لا وما فيهاش يعني مش محتاجين نعمل لها ايه ازمات. انت عارف حضرتك برده مباريات المنتخب انت بتقول احنا النهارده في شهر كام احنا ما دخلناش احنا لسه في من دلوقتي عشان احنا بنحضر عشان في ازمه هتحصل الازمه جايه جايه فمن دلوقتي بطوله مونديال الانديه اهم بكتير اهم بكتير من بطوله كاس العرب اللي هتتلعب. طيب برضو يا احمد عايز اسالك عن ايه اللي هيحصل بقى خلال الفتره اللي جايه، بمعنى انه خلاص الدوري فاضل فيه مباراتين، بعد نهايه المباراتين دول هنبتدي النادي الاهلي هيبتدي يفكر بقى، بعض اللاعبين هيروحوا المنتخب، بعض اللاعبين هياخدوا اجازه، وبعدين تبتدي تفكر في كاس مصر. من وجهه نظرك كيف يرتب النادي الاهلي للفتره القادمه؟ طبعا اكيد النادي الاهلي يعني لو لا قدر الله يعني البطوله بتاعه الدوري راحت اكيد هتفكر بقى، انت عندك ثلاث بطولات في الفتره الجايه، عندك كاس مصر وعندك السوبر المصري وعندك السوبر الافريقي. بس في نقطه مهمه وفي وجهه نظر عندي في الموضوع ده مهمه جدا، انت دلوقتي عندك ماتشين منتخب مصر، ماتش يوم واحد مع انجولا وماتش يوم خمسة مع الجابون، بعد كده عندك فتره من يوم 5/9 لغايه يوم 24/9 اللي هي مباراه السوبر الافريقي اللي هي قدام الرجاء، فعندك كام فتره؟ عندك 19 يوم في الفتره دي. هنا اتحاد الكوره هيعمل ايه في المباريات بتاعه كاس مصر في الفتره دي؟ هل هيضغط النادي الاهلي؟ نتمنى ان ما يحصلش زي ما حصل في الدوري. النادي الاهلي خسر الدوري بسبب ضغط المباريات، او اقترب من خساره الدوري بسبب ضغط المباريات وبسبب الاخطاء التحكيميه، فنتمنى ان ما يحصلش. اكيد طبعا ما كناش برضو غير موفقين في بعض المباريات، ولكن ضغط المباريات يا كابتن اسلام اتفرج على مباراه المصري الاخيره، اكرم توفيق اللي هو اعلى ورك ريت في الفريق في مصر كلها تقريبا، بعد جريتين ما عادش قادر يجري، قفشه بقى له ماتشين برضو بدنيا، كل اللعيبه يعني اغلب اللعيبه خلاص، ده بسبب ايه؟ بسبب ضغط المباريات. وبالتالي بطالب يعني احنا عندنا ماتش يوم واحد ماتش منتخب مصر ماتش عنده يوم واحد ويوم خمسة. يوم خمسة ده انت هتبقى في الجابون، حلو، عندك من يوم خمسة ليوم 24 19 يوم، فهو ده المتوقع ان يتعمل فيه كاس مصر. اقصى حاجه تحط فيها ثلاث ماتشات بس، ما ينفعش، لان ما ينفعش تحط فيها النهائي، اقصى حاجه للنادي الاهلي ثلاث ماتشات بس، اللي هي ايه؟ ماتش انبي في دور ال 16، وماتش بيراميدز في دور الثمانيه، وماتش بتروجيت في نص النهائي. ده لو النادي الاهلي طبعا برضه عشان ايه؟ بس ده اقصى حاجه بتتحط للنادي الاهلي، ثلاث مباريات في هذه ما ينفعش اكتر من ثلاث مباريات، لو اتحط اكتر من ثلاث مباريات يبقى انت بتعمل ضغط، يبقى انت برضه بتدمر لعيبه النادي الاهلي وبتدمر لعيبه يعني انت منتخب مصر. لانه انت منتخب مصر، انت لعيبه النهارده يوم الجمعه هيخلصوا، السبت هيبقى في معسكر منتخب، هيفضلوا في المعسكر لغايه يوم 1/9 يلعبوا المباراه الاولى، وبعدين يسافروا الثانيه في الجابون، يسافروا ثاني يوم يلعبوا في الجابون. وهقول لحضرتك على حاجه كمان، مفيش ازمه اصلا من كلامك يعني. وين الازمه اصلا؟ الازمه ان انت ممكن تحط اربع ماتشات، عايز تخلص الفاينل قبل السوبر، لان اصلا يعني اذا ان شاء الله باذن الله باذن النادي الاهلي صار في الطريق بتاعه بشكل عادي مفيش مشاكل، وطبعا نادي الزمالك عنده سيمي فاينل قدام اسوان، فاعتقد مباراه يعني مباراه النهائي ما ينفعش تتحط في الفتره قبل السوبر الافريقي، ما ينفعش، لازم تدي للنادي الاهلي فتره راحه كويسه قبل السوبر، قبل ما يسافروا يروحوا يلعبوا مع رجاء المغربي، دي مهمه جدا، ما ينفعش ان انت تحط الاربع ماتشات، لا يلدغ المؤمن. وهنا حتى الان الجدول ما اتحطش، بعد السوبر هيبقى في منتخب تاني، لا هتحط بعد كده نهائي كاس مصر، المفروض نهائي كاس مصر، وبعد كده عندك السوبر المصري اللي هو قبل الدوري. هو الدوري لم يتم تحديده برضه، كل ده لسه ما تمش تحديد حاجه، بتاع الاهلي والجيش الاهلي والجيش احنا ما لعبناهوش، فكل الحاجات دي غامضه. طب والجديد هنلعبه امتى؟ لا انت بقى مش معروف، بس انا بتكلم على الفتره اللي هي المهمه قوي، اللي هي بتاعت السوق، انت ممكن يعني احنا مش عايزين نزلوا النادي الاهلي في الفتره دي، ما تلعبنيش كل 3 ايام ماتش في الفتره اللي هي من يوم 5 ليوم 24. لا انت عارف ده لو حصل ما ينفعش، انت عارف ده لو حصل هيبقى معناه ايه؟ معناه ان في الخمسه سته اللي هيروحوا المنتخب، او سبعه تسعه 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 لعيبه من النادي الاهلي، يعني احتمال كبير يبقى انت 90% ان انت تشوف اللعيبه دي بتلعب بشكل كويس في اولا في كاس مصر لو تتاليت المباريات، او في السوبر الافريقي، لان اللعيبه دي هقول لحضرتك كمان برضو على اخرها في التسع لعيبه برضو المرشحين، يعني يروحوا الشناوي، ايمن اشرف، اكرم توفيق، السوليه، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، قفشه، محمد شريف، تسع لعيبه، ياسر ابراهيم وكهربا اخذ منهم الباسبورات تحسبا لاصابه اي حد ممكن يضمهم، لكن في تسع لعيبه دول الاقرب، هو لسه مش رسمي بس دول الاقرب، وعندك علي معلول في منتخب تونس، وعندك ديانج في منتخب مالي، وعندك بواليا كمان يعني،
فانت عندك كل اللعيبه دي انت هيرجعوا يوم 5، ما تحطليش بقى ماتش يوم 8 وتزنوا النادي الاهلي. اللعيبه هترجع امتى؟ واحد زي معلول ده هياخد له يوم، واحد زي ديانج ده بياخد يومين زياده مع بالي يرجع لانه جاي من مالي. لا فأنت... وانت نفسك المنتخب نفسه، ما هو المنتخب هيلعب هناك يوم 5 في الجابون صح؟ في الجابون يوم 5 في الجابون، ويوم 1 في انجولا هنا في القاهره. يوم 1 انجولا في القاهره، خلاص ده مش مشكله. لكن انا بتكلم على يوم 5 في الجابون، مش هترجع تاني يوم. طياره خاصه ما اعرفش طياره خاصه ولا مش حتى خاصة. لو رجعوا طياره خاصه انت لازم برضو، ما انت عندك معلول وعندك ديانج قبل ما تلعبش قبل يوم 10 على الاقل يبقى في 4 ايام ما بين الماتش والماتش او 5 ايام. لكن ما ينفعش كل 48 ساعه، والكلام اللي كان بيحصل في الدوري ده خلى اللعيبه ماتت، خلى اللعيبه مش قادره تجري. ما ينفعش الكلام ده. ده نقطه مهمه جدا نبص لقدام. وحتى الان اتحاد الكره لم يعلن الجدول. جدول المباريات فين لغايه دلوقتي؟ ليه ما تمش الاعلان على الفتره دي؟ فاحنا عايزين جاي كمان يا كابتن اسلام ان احنا لازم فاهم في قناه النادي الاهلي بامان لازم نفتح الملفات قبلها فتره، عشان احنا برضو واحده من النقط اللي بتعمل مشاكل ايه هي؟ بتفتح الملف قبل القرار الحاسم بتاعه 48 ساعه 72 ساعه، فاللي بياخد القرار بيقول خلاص بقى طب هنعمل ايه؟ ما احنا مزنوقين. بالظبط بالظبط بالظبط. لما الجدول لو حضرتك تفتكر الحلقه اللي احنا جينا اتكلمنا فيها، لما الجدول نزل وماتش الاهلي وطلاع الجيش بتاع السوبر كان محطوط يوم 1 يوليو، اللي بيحط الجدول والله العظيم نسيه. الراجل مش واخد باله، ما برضه راجل مضغوط وبتاع ولع، وفي واحد وراه بيقول له يا عم انجزلنا عايزين خلاص الدوري وبتاع، فناس يحط الماتش. ده اللي بيحصل يعني، ده فعلا ده الشغل، ده الاسلوب اللي بيتم. اللي بيطلع بقى الكلام بيطلع على القنوات ده حاجه تانية، ده كلام منمق، كلام متزوق. انما الحقيقه ان ممكن حد اداري معاه ورق وبيحط ورق كده، ايه ده ايه ده ده الماتش اتنسى، ويعرف منين بقى؟ من السوشيال ميديا، او يعرف لما احنا بنقول هنا في قناه النادي الاهلي ايه ده معلش معلش. طب بقول لك ايه بتاع السوشيال ميديا، نزل بقى خبر ان احنا اجلنا المباراه دي الى اجل غير مسمى. عارف الاجل غير مسمى اللي هي محطوطه عشان الحق بيها نفسي. فمهم جدا لازم ملفات تتفتح قبلها فتره. اهو مثلا النهارده فتحنا الموضوع، احمد فتح الموضوع بتاع ضغط مباريات كاس مصر، وفتحنا الموضوع الازمه بتاع تداخل مواعيد كاس العرب البطوله الشرفيه. اعتقد ان مع دي مونديال الانديه، لكن دي تتحل. نعم تتحل. ان ما هو مش الفيفا مش هي تحت مظله الفيفا طبعا. طبعا. خلاص يبقى الفيفا يعملها يوم 19 يوم 20 يوم 3 يوم 21 يوم 25. نعم. ما هو في الاخر انا زي ما حضرتك بتقول، بس هو عنده لا ما هو عنده مشكله ثانيه. ما هو تشيلسي جاي من اوروبا بوقت محدود لانه عنده التزامات في الدوري الانجليزي، مستحيل يعملها دلوقتي ده تحديدا. مفيش تأجيل في الدوري الانجليزي مثلا، ما ينفعش يلعب الفريق تلعب يوم سبت وتلعب اثنين وتلعب خميس وياخدوا راحه جمعه. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. لا 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 مفيش الكلام ده. لا بتحصل في البوكسنج داي ممكن بس بس معروفه يعني كل سنه، كل سنه كل سنه ثلاث ماتشات. مواعيد مش تتغير مستحيل. هو الموعد ده محطوط، واعتقد حتى الاتحاد الياباني لما حط الميعاد ده هو واخد فلاش باك من المواعيد اللي قبل كده. يعني هو بياخد من الهيستوري او من التاريخ بتاع البطوله ان هو ده المناسب. فالنهارده الفيفا هو حاط نفسه في ازمه. ليه؟ لان هو النهارده خد بطوله جديده. يعني بطوله كاس العرب هي بطوله لاول مره بتتحط في الاجنده الدوليه الخاصه بالاتحاد الدولي. اوكي ازمه وانت حلها، بس احنا بنقول اذا تزامن الاثنين يجب على جميع من في المنظومه الكرويه انه يسيب لعيبه النادي الاهلي لبطوله مونديال الانديه. طيب عموما نتمنى يا رب ان احنا نشوف، وهنفتح الموضوع ده خلال الايام القادمه، ولكن نتمنى ان شاء الله ان كل ما يقال ان هو يتم اتخاذ الاراء، بلاش نقول القرارات، يتم اتخاذ الاراء في خلال الفتره الجايه. لانه الحقيقه زي ما احمد قال ان النادي الاهلي عشان يلعب 5 أو 4 مباريات اذا وصل للمباراه النهائيه هتبقى صعبه جدا جدا قبل مباراه السوبر الافريقي، وده موضوع مطروح للمناقشه خلال الفتره القادمه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نشوف كريم سعيد واحمد ثابت على الشاشه هيقولوا لنا ايه في فريق الجونه والنادي الاهلي بكره ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نبدا بك يا احمد، اهم الارقام اللي هنتكلم عنها النهارده رقم مهم جدا لحسين الشحات. اتفضل. طبعا حسين الشحات يستحق بصراحه الانضمام لمنتخب مصر في الفتره الحاليه، خاصه برضو بعد ازمه مشكله محمد صلاح، هل هيجي ولا لا؟ اعتقد ان حسين الشحات هيبقى حل مهم جدا في الجناح اليمين. حسين الشحات بيقدم موسم ممتاز جدا مع النادي الاهلي. هو من لو استعرضنا الارقام هنلاقي ان هو عامل 9 اسيست، صنع اهداف 9 الموسم ده مع النادي الاهلي. ادي قدامنا الارقام على الشاشه. بالنسبه للاهداف هو تاني اكتر من سجل اهداف، 8 اهداف بالتساوي مع كهربا بعد محمد شريف. بالنسبه للصناعه هو تاني اكتر من صنع اهداف بالتساوي مع قفشه بعد علي معلول طبعا 12 اسيست.
تاني اكتر من صنع فرص في الفريق حسين الشحات 39 فرصه بعد قفشه اللي صنع 66 فرصه. تالت اكتر لاعب ليه محاولات على المرمى في الفريق 51 محاوله منهم 18 محاوله صح. اكتر لاعب في النادي الاهلي عامل مراوغات ناجحه في الدوري هو حسين الشحات عامل 52 مراوغه ناجحه. تالت اكتر لاعب عامل عرضيات وتاني اكتر لاعب عامل تمريرات بينيه وحصل على اخطاء كام 26 صح ولا كام 26. ارقام رائعه الحقيقه لحسين الشحات. وديك كليبايه بتاعت حسين الشحات يعني واحد طبعا ده الاسيستات بتاعته واضح ان هو العرضيات بتاعته ممتازه جدا. برضو معانا صوره كده بتوضح تمريرات الاسيستات بتاعت حسين الشحات والمحاولات. بص حضرتك حسين الشحات طبعا بيقدم موسم ممتاز جدا بعد نقد تعرض لنقد اعتقد ان النقد ده ما كانش يعني ما كانوا يعني النقد ساعات بيكون ممكن يكون بناء ان من كتر النقد ان انت ازاي بتستغل النقد ده وتحوله وتطور مستواك بشكل ممتاز. حسين الشحات بيقدم بص حضرتك الفينش بتاعه واغلب اهدافه من طبعا من حته اللي هي الهاف سبيس المساحه الموجوده ما بين الظهير الايسر والمساك الايسر. فحسين الشحات بالتاكيد يعني نتمنى ان هو يكمل على الاداء ده وواحد من اهم الاسلحه طبعا الموجوده في النادي الاهلي في الفتره الاخيره الاسلحه الهجوميه. شايفين الاسيست بتاعه ليه محمد شريف دي في مباراه امبي ده برضو اسيست في مباراه المصري العرضيه اللي عملها ليه طاهر محمد طاهر المباراه الاخيره ليه طاهر محمد طاهر اللي احرزها براسه في شباك النادي المصري في المباراه الاخيره اللي انتهت 4-2 والعرضيه عرضيه محترمه جدا يعني. طيب خلينا بقى نروح لتشكيل الجونه بكره من وجهه نظرك يا احمد. لو جبنا بقى التشكيل نجهز البيرو هنلاقي طبعا في التشكيل هم بيلعبوا بالأربعة 4-2-3-1 دايما. احمد عادل عبد المنعم حصل على كارت احمر في المباراه الاخيره في مباراه سموحه. تمام بس زي ما قلنا هم في حراسه المرمى محمود الغرباوي في حراسه المرمى هو اللي هيبدا بكره عشان احمد عادل عبد المنعم وحصل على كارت احمر. الاربعه اللي في خط الدفاع محمد عبد الجواد لعيب صغير في السن وده نقدر ان احنا نستغله ثغره برضه دفاعيه عنده مشكله كابتن رضا شحاته في الباك اليمين من اول السنه ساعات يجرب كذا لاعب فعنده ازمه في الحته دي فاللعيب اللي هيلعب بكره جناح شمال نقدر ان احنا نستغل الجبهه دي. الاثنين المساكين محمود الجزار ومحمد نجيب انا بشوف ان الجونه عنده مشكله في العمق الدفاعي. العمق الدفاعي اكتر مشاكل الجونه اللي بتواجههم. عمر السعداوي الباك ليفت اللي ماشي بشكل كويس في الفتره الاخيره الاثنين الارتكاز العربي بدر طبعا لاعب النادي الاهلي وناصر رقم 19 لعيب من الشباب برضو الممتازين. نيجي ليه صانع الالعاب عمرو بركات قدامهم اسلام عبد النعيم جناح يمين عموري اللي كان بيلعب في الاسماعيلي وطلاع الجيش رقم 8 بيلعب جناح ايسر وقدام كريم الطيب مهاجم اسوان السابق والمميز جدا بسرعاته والكرات العرضيه. اعتقد ان بكره كابتن رضا شحاته هيلعب بدفاع منطقه وهيحاول يعتمد على الهجمات المرتده من خلال يعني لو شفنا من خلال اسلام عبد النعيم في الناحيه ديت ومن خلال برضه عموري المميزين جدا بالاختراق للعمق وطبعا سرعات كريم الطيب المهاجم السريع جدا والمميز جدا بالراس بضربات الراس يعني اعتقد ان هو هيلعب دفاع منطقه ويحاول يقفل المساحات. وخطوره الجون يا كابتن اسلام من اول الموسم في الضربات الثابته اكتر فريق سجل اهداف من ضربات الثابته فريق الجونه حتى الهدف اللي جابوه فينا الدور الاول في المباراه اللي انتهت 1-1 كان محمد نجيب في الدقيقه 83 او 84 من ضربه راس. طيب كريم كيفيه بدء الهجمه بالنسبه للجونه؟ طبعا يا كابتن اسلام احنا نادي الجونه واحد من الانديه ضيعت علينا نقطتين في الدور الاول ربما فريق كان سهل جدا جدا ان احنا ناخد 3 نقاط خصوصا ان احنا متقدمين بهدف بتاع طاهر محمد طاهر وبعدين ضيعنا كم هائل من الفرص ضيع قفشه وحسين الشحات. لكن خلينا نبص كابتن رضا شحاته مع عقليه لعيبه نادي الجونه بيعملوا ايه دايما. نادي الجونه في تحضير اللعب بنشوف برده نفس بنى اللعب اللي على الارض فتح الملعب للاسترتش وبنشوف برده هنا النادي الاهلي في اللعبه دي كان عامل ضغط عالي ولكن نشوف هنا ازاي نادي الجونه. انا هنا عاجبني قرب المسافات ما بين اللعيبه نبص هنا المساحه اللي موجوده يا كابتن اسلام في خيارات التمرير كتير بنشوف مثلا هنا في خيار تمرير هنا في خيار تمرير وهنا كمان في اختيار للتمرير وبالتالي هنا بتتكلم ان اللاعب قدامه 4 فرص للتمرير وده بيبين لك قد ايه اللعيبه بتلعب على سيستم مدير فني قريبين من بعض بنا اللعب رغم ان
النادي الاهلي نادي كبير بيعمل عليهم ضغط عالي لكن بيعرفوا يطلعوا بالكوره. نكمل الهجمه ونشوف نادي الجونه ازاي قدر ان هو يطلع بالهجمه بشكل جيد ووصل لنص ملعب النادي الاهلي. وهنا انا ببص نفس النقطه اللي كنت بتكلم عليها، ان احنا بنضغط لازم نفرق ما بين حاجتين، ما بين التحليق وما بين الضغط. احنا هنا بنضغط في اللعبه دي، ولكن لو بصينا على اللاعب ده هنلاقي النهارده عمرو بركات لاعب عنده مساحه فاضيه تماما للتمرير، وبالتالي ده بسبب ان احنا لما عملنا الدبل بريس رحنا بس ما خدناش الكوره. وانس ان اللاعب خد قرار بالدبل بريس لازم تعمل حاجه باتنين، لا تاخد الكوره لا توقف بفاول، اللي انت بتفتح وراك مساحه كبيره، ودي واحده من النقط اللي بيعتمد عليها نادي الجونه. نبص برضو على لعبه اخرى ونشوف نادي الجونه وهو بيحاول يطلع بالهجمه بشكل قرب المسافات، شيء مهم جدا 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 في نادي الجونه. وبنشوف اللعيبه ازاي معتمدين وما عندهمش اي قلق خالص ان هم يطلعوا بالكوره، حتى بيرجعوها للحارس حتى لو فشل في الكوره دي، ولكن بتكلم على الخيار نفسه عند اللعيبه ازاي النهارده بقدر ان انا اخرج بالهجمه. ونقطه مهمه جدا برضو كنت عايز اقولها في النقطه اللي قالها احمد، نادي الجونه السنه دي احرز 33 هدف، 10 منهم في الشوط الاول، 23 هدف في الشوط الثاني. وده يبين لنا ان عقليه الفرقه في الشوط الاول عقليه حذره، ما بيهاجموش، بيعملوا الشكل اللي احنا شفناه ده، بيقعد يدور الكوره وبيزهقك في اللعب وبيدافع بشكل كويس جدا ولياقيا كويس انه بيقدر يحرز في الشوط الثاني 23 هدف. وبالتالي ربما فرصتنا في الشوط الاول انك تحاول انك تعرف ان النادي الجونه مش هيهاجمك في الشوط الاول، ولكن هو بيبقى رد فعل اكتر ما بيبقى فعل. نروح لهجوم الجونه ونشوف ازاي نادي الجونه بيهاجم او بيستخدم ازاي الهجمات المرتده او حتى ان هو يخطف الكره ويضغطك من نص ملعبك. الكره دي كانت هجمه المفروض للنادي الاهلي اتخطفت واتحولت لهجمه مرتده، ونفس المساحه اللي كنا بنتكلم عليها من شويه هرجع بس هنا عشان اوريها تاني للساده المشاهدين، وهي اثبات للفكره اللي كنت بتكلم عليها في الوضع بتاع تحضير اللعب عند نادي الجونه. هنا الكوره كانت مع لاعب الجونه وفي ثلاثه من نادي الاهلي ضغطوا على حامل الكوره ولكن مش واخدين بالهم ان في مساحه فاضيه وراهم، وبالتالي هنا الدبل بريس او التريبل بريس حتى ما جاش بنجاح او ما جاش بنجاح، لان الكوره تحولت لعموري اللي قدر ان هو يطلع المساحه والهجمه اتبنت. وبالتالي ما دام المنافس وصل للمساحه دي انا في وجهه نظري ان هو نجح في الهجمه بتاعته. وبشوف واحده من النقط اللي بتثبت كلام احمد ان نادي الجونه بيعتمد على الهجمات المرتده، وعشان كده لازم في بدايه الشوط الاول وجهه نظري ان احنا نخلص المباراه من الشوط الاول، ما نعملش زي مباراه الدور الاول بنستنى الشوط الثاني. النادي الجونه اول ما بيلاقي نفسه متاخر ومعاه حتى ربع ساعه او 10 دقائق نادي الجونه احرز السنه دي 15 هدف يا احمد في الربع ساعه الاخيره من مبارياته. اكتر من نص يعني اكتر من 45% من الفرقه عندها لياقه بدنيه عاليه، وكتوتال 23 هدف يا كابتن اسلام في الشوط الثاني بس. يعني ده نسبه كبيره جدا بتبين لنا ان احنا قدام فرقه فعلا بتقف على رجلها لغايه الدقيقه 90. احمد مشاكل العمق الدفاعي في الجول، نتكلم بقى زي ما قلت لحضرتك اللي عندهم مشكله واضحه في العمق الدفاعي. هنبص على اول حاجه، بص لحضرتك قفشه، بص مفيش ضغط، عندهم مشكله في الزون 14. نكمل بس. بص حضرتك هنا بقى طبعا لعيبه النادي الاهلي في الدور الاول لما كانوا طبعا بكامل لياقتهم البدنيه، سرعه استعاده الكره الثانيه. بص اكرم توفيق بسم الله ما شاء الله ضغط هنا على طول. بص هتلاقي هنا اكرم توفيق بيستعيد الكره الثانيه بمنتهى السرعه، من يعني مجرد ان هم بس قطعوا الهجمه اكرم توفيق دخل معاهم وقطع الكره اهو، واحنا قطعنا الكره والتحول. بص بقى الكوره مشاكل، مشكله العمق الدفاعي هتتضح اكتر في اللعبه دي. انت عملت تمريرات بتحاول ان انت تجيب ثغره وتخلق مساحه اهي، وقف بس. بص حضرتك ادي قفشه تمام، وادي حسين الشحات دايما بيتحرك فين؟ في المساحه الموجوده ما بين المساك اليمين والباك الشمال اللي هو عمرو سعداوي، ادي المساحه اللي ما بينهم. فواضحه جدا فضيت. كمل تمام. فدي كل يعني بص حضرتك ادي هنا نفس المشكله اللي بتكلم فيها اللي هي الزون 14، واللعبه الثانيه اللي هي المساحه الموجوده ما بين، لازم تستغل المساحه الموجوده ما بين المساك والباك بكره. يعني احنا زي ما قلت لحضرتك دي استعادة الكره الثانيه،
اعتقد ان يعني الورك ريت بتاعنا قل شويه، ولكن واضح جدا المشكله. بص بيحاول يقول له المدير المساك اللي هنا بيقول له قرب شويه، ما بيقربش، المشكله واضحه جدا. وقف اهي حسين الشحات بيقطع، ودي ميزه يعني شفنا اهداف كتير من المساحه اللي هي الموجوده ما بين المساك الشمال وما بين الباك الشمال. كمل بس، دي اهي ما بين المساك والباك، وادي قفشه بيتحرك، حسين الشحات بيقطع في المساحه دي. مهمه جدا بكره ان احنا نستغل المساحه دي، قدامنا ايه على الشاشه ما بين الاثنين. نكمل الفيديو، هنلاقي طبعا هو حسين الشحات اهدرها، ولكن مهم ان انت مهم في فكره الفيديو اللي هي المساحات الموجوده، المشاكل العمق الدفاعي. وادي عاده تانية برضو بتوضح نفس المشكله. نكمل برضو المشكله الثانيه اهي، نفس الفكره برضو، تمرير طولي. بص يا كابتن اسلام، ادي رامي ربيعه بيعمل التمريره الطوليه. بص رغم ان الاثنين طوال القامه، يعني محمد نجيب ومحمود الجزار الاثنين طوال القامه، ولكن الكره عدت منهم وراحت لحسين الشحات، برده كانت هتبقى جون. فنفس المشكله، مشكله رغم ان الاثنين طوال القامه، ولكن واضح جدا مشاكل العمق الدفاعي الموجوده عند فريق الجونه. تمام، عندكم حاجه ثانيه في بالنسبه للجونه؟ لا احنا كده تمام. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا، انا بشكرك جدا يا كريم، بشكرك جدا يا احمد على وجودكم معانا. ان شاء الله بكره ربنا يكرمنا في مباراه النادي الاهلي ومباراه الجونه. اخيرا بكره ان شاء الله هكون مع حضراتكم للاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي ونادي الجونه. قبل المباراه بساعتين كالعاده النجم الكبير كابتن ايمن شوقي هيكون مع حضراتكم على الهواء مباشره، اعتقد في تمام الساعه 7. شوف حضراتكم ان شاء الله يوم الاربعاء القادم وحلقه جديده من بتكلم.